أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولات واشنطن وحلفائها لتثبيت وجودها العسكري في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية قاربت على النهاية، بينما لا تزال مدينة دوما تحت سيطرة المعارضة المسلحة. بمساعدة الأقوى الروسية استطاع 128 ألف شخص الخروج من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية، ولم يتم مخالفة القانون الدولي أثناء تلك العمليات، وتم توجيههم لمراكز إيواء، بينما كانت المجموعات الإرهابية تسرق المواد الإغاثية من غذاء ودواء، وكذلك كانت تخفي جميع أنواع المساعدة الإنسانية. عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية انتهت تقريبا.